بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في فقه المواريث وقسمة التركات، ووقفنا على موانع العرث. المانع هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. هو ما يلزم من وجوده العدم، وجد المانع عدم العرث، وقد يعدم المانع ويوجد العرث أو لا يوجد. هو ما يلزم من وجوده العدم. جاءت امرأة وقالت هلك ابني، نقول ليس لك من الميراث شيء. وجاء رجل وقال هلك أبي، نقول ليس لك من الميراث شيء. وجاء آخر وقال مات أخي، نقول أنت ليس لك من الميراث شيء. لماذا؟ لوجود مانع من موانع الإرث. فإذا وجد المانع عدم الإرث، وإذا عدم المانع قد يوجد الإرث وقد لا يوجد. ويقول فيها الناظم ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. الرجل قال هلك أبي، نقول ليس لك من الميراث شيء لأنه تسبب في قتل أبي. والآخر يقول هلك أخي، نقول لأنه على غير دينه ليس له من الميراث شيء. والمرأة تقول هلك ابني، نقول لأنك كتابية لست بمسلمة، ولا يرث الكافر لا يرث المسلم. فهذه أيها الأحباب موانع الإرث. ومن به مانع، يقول العلماء من به مانع وجوده كعدمه. يعني عندنا أب والأب فيه مانع، وعندنا ابن 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 عم بالجد العشرين، وهلك فلان وله هذا الابن ابن العم وله وعنده أبوه، لكن أبوه تسبب في القتل، نقول الأب وجوده كعدمه ليس له من الميراث شيء، وإنما المال لابن العم البعيد هذا. والمرأة تقول هلك ابني وهي على غير دين الإسلام، نقول ليس لك من الميراث شيء. ونعطي الجدة إذا كانت مسلمة، ونعطي أم الجدة إذا كانت مسلمة أيضا، لأنه إذا وجدت الأم فالجدة لا ترث، لكن أم موجودة ونعطي الميراث للجدة لأن الأم بها مانع من موانع الإرث. وكذلك إذا كان رقيق، والآن ما عندنا رق، لكن في السابق يكون للرجل أرقاء. والرق مثله عرفه العلماء بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فإذا كان رقيقا فإنه لا يرث. لماذا؟ لأنه هو وما يملك لسيده، هو وما يملك لسيده. يعني إذا كان عنده بيت فالبيت اللي يسكن فيه لسيده، إذا كان معه سيارة فالسيارة التي بيده لسيده، وكل ما يملك هو لسيده.
فنقول أيها الأحباب، فيما يتعلق بموانع الإرث، إذا وجد مانع فإن الإرث لا يوجد، لأننا لا نعطي من به مانع. فلو تسبب إنسان في قتل مورثه فإنه لا يرث، ولو تسبب كذلك ولو كان رقيقا فإنه لا يرث، وإن كان على غير دين الإسلام فإنه لا يرث. ويقول فيها الناظم رحمه الله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم، فليس الشك كاليقين. أولا نقول: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق. ما هو الرق؟ نقول: عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. وقتل، ما هو القتل؟ هو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة. وما لا فلا، وما لا فلا. واختلاف دين إذا كان على غير دين الإسلام. القتل الذي يمنع من الإرث، قلنا ما أوجب قصاص أو أوجب دية أو أوجب كفارة. وما لا فلا، شيخ صديق، وش معناها يا بني وما لا فلا؟ أي أفصح يا بني. شيخ أحمد كن معنا يا بني. هو يعرف لكن التعبير شوي، التعبير لم يحس. شيخ بكاي، نعم. اي اي حكم شرعي، ما هو اعتداء ولا تطاول ولا ظلم، وانما نفذ حكما شرعيا. وانا عندي طلاب في الجامعه قبل سنوات، فاردت ان امثل، فمثلت لهم بمثل محسوس. قلت: فلان شخص جنى على آخر وقتله عمدا وعدوانا، أرباب المجني عليه طالبوا بالقصاص، عرضت القضية على المحكمة الكبرى، فوجدوا أن الشروط كلها متوفرة وأنه يستحق القصاص وأن أولياء الدم لا يريدون إلا القصاص، وحكموا عليه بالقصاص، حكموا على الجاني بالقصاص. ثم انتقلت إلى المحكمة، محكمة الاستئناف، وقرأوا الحكم وصادقوا عليه. ثم انتقلت إلى المحكمة العليا وقرأوا الحكم وصادقوا عليه. ثم عرضت على مقام خادم الحرمين بارك الله فيه وقال: ينفذ ما تقرر شرعا. انتهت. فالآن أصبح الرجل الجاني سينفذ عليه القصاص حكما شرعيا، والله يقول في محكم التنزيل: ولكم في القصاص حياة. العرب في الجاهلية يقولون: القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، ومعناها يعني إن إذا قتلنا القاتل قل القتل أو كاد لا يوجد، القتل أنفى للقتل. فالآن أردنا أن ننفذ، وكان هناك شخص يعني مختص بالتنفيذ، قلنا يوم الثلاثاء، قلت لهم يوم الثلاثاء الساعة 10 سيتم التنفيذ. تنفيذ بمن؟ بالجاني، بقتله، لكونه قتل فلانا ظلما وعدوانا وتوفرت الأسباب وانتفت الموانع وأولياء الدم يطلبون إلى آخره. الذي يتولى التنفيذ وهو جاي لمكان التنفيذ صار له حادث، وجو يعني ما الدفاع أو كذا أو الطوارئ، وأخذوه للمستشفى لأنه صار له حادث ولا يمكن يذهب إلى التنفيذ. الناس مجتمعين، أولياء الدم وأولياء المقتول والطبيب الشرعي والقاضي الذي يعني حكم عليه أولا، كلهم مجتمعين.
أين من يريد أو من ينفذ القتل؟ قالوا حصل له كذا وكذا. كان في واحد موجود في المكان وهو من منسوب المكان رجل أمن، قال ما العمل؟ قالوا العمل كذا وكذا وكذا. قال الأسباب كلها متوفرة؟ قالوا نعم. الموانع كلها منتفية؟ قال نعم. قال أنا أتولى ما دام حكم شرعي والإنسان يؤجر في تنفيذه أنا أتولى. وكان هذا لأبيه أو لأخيه، فقام بتنفيذ ما تقرر شرعا، فهذا لا يمنع من الميراث، لا يمنع من الميراث. كذا شيخ صديق نقول هو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة وما لا فلا، يعني غير هذه ما يمنع من الميراث، لأن الإنسان ينفذ حكما شرعيا. واضح؟ وأما يعني الرق، يقول رق، الرق من موانع الإرث، والرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. واختلاف الدين إذا كان غير مسلم، يعني مثلا لو أن شخصا جاءنا من بلاد بعيدة وكان على غير دين الإسلام، فحضر مجالس التوعية وأمكنة توعية الجاليات وهداه الله للإسلام وأسلم، ثم حصل له أمر يعني تسبب في وفاته، له أولاد في بلده، هؤلاء لا يرثون. فقال إلا أن العلماء قالوا لو أن أحدا منهم أسلم قبل قسمة التركة فإنه يعطى ترغيبا له في الإسلام وتشجيعا له على الاستمرار عليه. ونقرأ هذه المسائل أيها الأحباب ونتناقش بها. وهنا قال فصل، وأحيانا يقول باب ميراث الخنثى، فصل في ميراث الحمد. ومن بعد ذلك قال كتاب المواريث أو كتاب الفرائض. فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ومن أسلم على ميراث قبل أن يقسم، يعني الرجل ما جاء عندنا وأسلم وهداه الله للإسلام وصار عنده مال وأهله في بلاد الكفر، أحد أولاده جاء وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما قسمنا التركة حتى الآن، نعطيه ترغيبا له في الإسلام ودفعا له لاعتناق هذا الدين الحنيف. نعم. فصل. فصل. ومن أسلم على ميراث قبل أن يقسم، قبل أن يقسم، لكن لو قسمنا والرجل عنده مثلا أقارب هنا مسلمين أو ما عنده أحد وذهب إلى بيت المال، نقول خلاص قسمنا وانتهينا، ما يمكن نأخذ من واحد أعطيناه نأخذ منها، أو تزوج هنا نقول هذه الزوجة نبي نعطيها مثلا الثمن أو نعطيها الربع، وله زوجة في البلاد على غير الإسلام، فإذا أعطيناها قسمنا وانتهينا. لكن إذا ما انتهى والقسمة باقية فنعطيه ترغيبا له شيخ علي في الإسلام. نعم. قسم له لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أسلم على شيء فهو له، من أسلم على شيء وهو الميراث فهو له، لأنه مستحق له، فالتركة تكون للمسلمين ولم تقسم وهو ممن أعلن إسلامه. نعم. أخرجه سعيد وعنه لا يقسم له رواية ثانية، لأن قلنا يا شيخ أحمد قلنا كتاب الكافي يذكر روايتين أو ثلاث، لأن الموفق رحمه الله يعني صاحب الكتاب ابن قدامة قلنا ألف أربعة كتب يا شيخ علي، أول ألف العمدة لطلبة العلم المبتدئين، ثم ألف المقنع لمن قطعوا شوطا في طلب العلم، ثم ألف الكافي وهو الذي بأيدينا، ثم ألف المغني
وهو للطلبة الذين قطعوا مرحلة كبيرة للعلم. فإذا مر هذا بقاضي فإنه يجتهد، إذا قال يستحق قلنا نعم، إذا قال لا يستحق قلنا نعم، لأن عندنا قاعدة يا شيخ علي وهي أحسنت 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 يا شيخ علي، حكم القاضي يرفع الخلاف. يعني مثلا لو جينا واحد مفتي وسألناه سؤال، يمكن نسأل غيره، يمكن نسأل ثالث، يمكن نقول ما الدليل، لكن إذا جينا عند قاضي وحكم لا، حكم القاضي ملزم ولا ينقض حكمه إلا إذا خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع، أما إذا ما خالف فنحن ننفذ حكمه. نعم. وعنه لا يقسم له، لأن المانع من الإرث وجد حين وجد السبب، لأن المانع من الإرث وهو اختلاف الدين مثلا وجد حين وجد السبب وهو الوفاة، فلما توفي الرجل لاحظنا من يرثه وجدنا أنه غير مسلم ولا نلتفت إلى إسلامه بعد ذلك، هذا على القول الثاني، وقلنا حكم القاضي يرفع الخلاف وما حكم به القاضي ننفذه. نعم. وهو الموت، فمنع من الإرث كالرق، ومن كان رقيقا حين موت موروثه، ما كان رقيقا حين موت مورثه فعتق بعده لم يرث، لأن العتق ليس من فعله ولا هو قربة للمعتق بخلاف إسلامه. ولو ملك ابن عمه، ولو ملك ابن عمه فدبره، قال يعتق بموتي. نعم. ففي فرق إذا قال يعتق بموتي أو قال يعتق عند موتي، فإذا قال يعتق بموتي فمعناه أنه مات ثم عتق الرجل، فهو لا يرث لأنه مات وهو رقيق. ولو قال يعتق في آخر حياتي، فلو أدرك لحظة قبل خروج الروح إلى بارية فنقول أدرك الحياة وأدرك منها الجزء اليسير فهو حر يستحق الميراث. نعم. فدبره فعتق بموته. فدبره، وش معنى فدبره يا شيخ صديق؟ يعني جعل عتقه بعد وفاته، دبره يعني بعد الوفاة. نعم. لم يرث لأنه رقيق حين الموت، وإن قال أنت حر في آخر حياتي عتق وورث لأنه حر حين الموت. وإن قال أنت حر في آخر حياتي، آخر لو لحظة يعني مثلا دقيقة، قال أنت حر مثلا الساعة 4 ثم الساعة 4 ودقيقة مات الرجال، معناه أنه أدرك الحياة وعتق الرجل وورث. نعم. ويحتمل ألا يرث، لأن رواية ثانية، وهذه إذا مرت بالقاضي يجتهد فيها ويعمل بما به براءة الذمة. نعم. لأن عتقه وصية له فيفضى إلى الوصية للوارث. فصل. ويرث الكفار بعضهم بعضا وإن اختلفت أديانهم في، يعني مثلا المسلم لا يرث اليهودي واليهودي لا يرث المسلم، لكن الكفار وإن اختلفت مللهم فهم ملة واحدة يرث بعضهم بعضا، فاليهودي يرث النصراني والنصراني يرث اليهودي وهكذا، أما المسلم فلا يرثهم ولا يرثونه. نعم. وإن اختلفت أديانهم في إحدى الروايتين، في إحدى الروايتين ورواية أخرى، إن كل ملة مستقلة عن الثانية، وقلنا هذا الكتاب يأتي بروايتين، وطالب العلم يرجح ما اتضح له الدليل وقوته. نعم. لأن مفهوم قوله عليه السلام لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما أن الكفار يتوارثون، والثانية الأخرى يعني الرواية الأخرى، نعم، لا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى. نعم. لما روى عبد الله بن عمرو
قال رسول الله، روى عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل، الصحابي الجليل العابد التقي الزاهد، فكان رضي الله عنه ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عنه أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي: ما من أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لازمك ملازمتي إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو يكتب ولا أكتب. أبو هريرة ما يكتب وإنما يحفظ، وعبد الله بن عمرو بن العاص يكتب، وأبوه الرجل المقدام فاتح مصر رضي الله عنه، ومن الشجعان ومن الناس المجاهدين في سبيل الله. نعم، وكان يعني في آخر وقته كان عنده بستان في الطائف، قال له الوهط، البستان اسمه الوهط، وكان فيه يعني من الأشجار الشيء الكثير ومن الفواكه الشيء العظيم، حتى أنه يقال أنه اشترى 100,000 عود ب1,000 درهم، يعني مليون، هكذا ما في شيء اسمه مليون، يقولون 1,000 اشترى 100,000 عود علشان يرفع العنب عن الأرض، لأنه إذا العنب نزل العنقود على الأرض والأرض حارة يحترق العنب. ويقال أن هشام بن عبد الملك جاء مرة من دمشق وقال: ودي أطلع للطائف وأشوف البستان وأشوف كذا، لا سيما أرغب أن أرى الوهط. فمروا به للوهط، هذه أشجار كذا وهذه أشجار كذا وهذه فواكه وهذه خضار وهذه يعني من كل ما لذ وطاب. فقال الخليفة: ما أحلاه، ما أجمله، ما أبهاه، ما كذا، يمدح لولا شيء واحد، فهالشيء هذا اللي فيه يعني قلل من قيمته. قال: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: هالحرار الذي في وسطه. الحرة عند العرب هي الأرض التي فيها حجارة سوداء. قال: هالحرار اللي مكودة في وسطه يعني هذه قلت من قيمته. قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا ما هي حرار، هذا زبيب خلوه علشان ينشف ويعبى بخياش بجونية ويرسلونه يمين ويسار يباع. يا أمير المؤمنين، ليست هذه حرار، وإنما هو زبيب أرادوا أن ينشف، يعني كالجبال من كثرته. فهذا البستان كان لعمر رضي الله عنه في الوهط، وهو معروف في الطائف. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. رواه أبو داود. ولأن الموالاة منقطعة بينهم فأشبه اختلافهم بالكفر والإسلام. يقول هنا رواه أبو داود، وأبو داود قلنا إنه من العلماء الأجلاء، وقد حافظ على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألف كتاب السنن، وفيه 800,000 و4,000 حديث، 800,000 و4,000 حديث. ويقول إن هذه الأحاديث تدور على 4 أحاديث، منها: إنما الأعمال بالنيات، ومنها: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومنها: الحلال بين والحرام بين، ومنها: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 4 أحاديث، كل 800,000 حديث و4,000 تدور على هذه الأحاديث 4: إنما الأعمال بالنيات، من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه، الحلال بين والحرام بين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكان رضي الله عنه يعني مرة في أحد الأيام مر مصر، فيقول: رأيت حبة قثة، قثة معروف القثة يا شيخ علي، معروف قثة، يقول: فشبرتها فوجدتها 13 شبرا. حبة قثة اللي نشوفه بالكعكية، يقول: شبر، شبرتها كذا يا شيخ، فيه موجود الآن.
يقول 13 شبرا، 13 شبرا، ويقول رأيت أترجة قسمت قسمين ووضعت على البعير عدل هنا وعدل، يعني ما يتحمل البعير شيله من جانب واحد، حبة أترجة، وهذا من فضل الله على عباده. نعم. قال القاضي: الكفر 3 ملل، واليهودية ملة، والنصرانية ملة، ودين من عداهم ملة، لاجتماعهم في عدم الكتاب. في عدم الكتاب، كل مثل اليهود عندهم كتاب، والنصارى عندهم كتاب، ومن عداهم لا يعني ما عندهم كتاب، فهم يجتمعون في هذه الخصلة لعدم وجود كتاب لديهم، فهم ملة. نعم. قال: وقياس المذهب عندي أنه لا يرث حربي ذميا ولا ذمي حربيا، لأنه لا موالاة بينهما، واحتمل أن ويحتمل رواية أن يتوارثا لأنهما من أهل ملة واحدة. نعم. واحتمل أن يتوارثا لأنهما من أهل ملة واحدة. فصل: وإذا أسلم المجوس أو تحاكموا إلينا. المجوس هم عباد النار، هم الذين يعبدون النار. عندنا أهل الكتاب اليهود والنصارى، وعندنا المجوس هم الذين يعبدون النار، نسأل الله السلامة. نعم. ورثوا الجميع قراباتهم إذا أمكن، ذلك لأنها قرابات لأنها قرابتان، لأنهما قرابتان، ذلك لأنهما قرابتان ترث بكل واحدة منفردة ولم ترجح بها، فورث بهما إذا اجتمعا. كابن عم هو زوج، وهو أيضا أخ من الأم لأنهم يتزوجون محارمهم. نعم. كابن عم هو زوج أو أخ لأم، فلو تزوج مجوسي ابنته، يتزوج بنته نسأل الله السلامة، ويتزوج يعني أخته، ويتزوج أمه، فكلها يعني على غير هدى. فلو تزوج مجوسي بنته، يقال إنه في الدولة العباسية إن الخليفة عين أميرا في بلد، وكان هذا الأمير عنده جفاء وعدم معرفة وعدم إلمام، فنقل على الخليفة عنه كلام. الرجل وهذا الأمير جالس بعد المغرب في مكان مرتفع ومعه عيان البلد، وأراد أن يتحدث ولم يجد ما يقول، فقال: بلغني أن المجوسي يتزوج الواحد أمه، والله لو أعطى 200 درهم ويطلب مني أني تزوج أمي ما تزوجتها. فعلم الخليفة قال ابن كذا، وهل لو زيد عليه زيدا، لأنه قال له أعطوني 200 ما تزوجته، وهل لو زيد عليه هيفعل؟ من الآن أصدر أمر بفصله عن الإمارة. واضح. فلو تزوج مجوسي بنته فأولدها بنتا ثم مات وخلف أخا، فلابنتيه الثلثان والباقي لأخيه، فإن ماتت بعده الكبرى فمالها لابنتها نصفه بكونها بنتا وباقيه بكونها أختا من أب، وإن ماتت الصغرى قبل الكبرى فللكبرى الثلث بكونها أما والنصف لكونها أختا وباقيه لعمها، فإن كان أولدها بنتين ثم ماتت إحدى الصغيرتين فلأختها لأبويها النصف ولأمها السدس بكونها أما والسدس بكونها أختا لأب، وحجبت نفسها بنفسها والباقي لعمها، ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم ولا ما لا يقرون عليه إذا أسلموا. ولذلك لم يورث بنت المجوسي الذي تزوجها منه شيئا. فصل. لعلنا نكتفي بهذا أيها الأحباب، ونكمل
بواقي أو باقي موانع الإرث، وهي الرق، وأيضا ويمنع الشخص من الميراث، واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. نكملها إن شاء الله في درسنا القادم، ونقرأ الآن ما لدينا من أسئلة. هذه هي أيها الأحباب نماذج الأسئلة. يقول شاب يسكن في بيت والده، ووالده يقوم بشؤونه، ويقوم الولد باستلاف مبالغ من أجل بعض الأشياء المحرمة، وعند والدتي مال ووجب فيه زكاة، هل يجوز لها أن تعطيه؟ نقول لا، لا يجوز أن تعطي الابن شيئا، ولا البنت ولا الأم ولا الأب، وإنما يجب منع الابن عن إنفاق المال في الأشياء المحرمة، لعل الله أن يحميه، وعليهم الدعاء لله عز وجل بأن يحميه، وأن يجعل بينه وبين هذه الأمور حاجزا ومانعا. يقول السائل الكريم: ورد في الآية الكريمة صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، متى نبدأ بالصيام؟ نقول في أي وقت، لكن قال الفقهاء عليهم رحمة الله: الأولى أن يؤخرها، لأنه قد يجد من يعطيه من يساعده، وقد يجد من يقرضه. أما ما يفعله بعض الإخوة فإنه يصوم ويشتري الهدايا لأهله ولجيرانه ولأصدقائه، لأن عنده مال لكن ينفقه في شراء الهدايا لهم. نقول لا، لكن لو أن إنسانا ليس عنده مبلغ إطلاقا وأراد أن يصوم من الآن، نقول إذا توقع بأنه سيجد من يقرضه أو من يساعده أو من يمنحه، فيجعلها في آخر الوقت، يعني 5 و6 و7 من شهر ذي الحجة. وأما إذا وثق بأنه لا يجد فيصوم من الآن، وإذا عاد إلى البلد أو بعد الحج يصومها، ولا شيء في ذلك. يسأل يقول: هل المجوس موجودين؟ نقول نعم، المجوس موجودين، وديارهم معروفة، وهم عباد النار، عباد النار. وأذكر في قصة عبد الله بن المقفع، يعني تشاهدوا عليه أنه مر ببيت من بيوت المجوس، بيتنا، فقال ينشد: يا بيت عاتكة الذي أتعزل حذر العيدة، وبه الفؤاد موكل، إني لأمنحك الصدود، وإنني قسما إليك مع الصدود لأميل. تشاهدوا على هذا وقالوا: هذا مما يجعله يميل إلى هذا الشيء، والله أعلم بصحة ذلك. يقول: أحد الحجاج ترك طواف الوداع لاضطراره للسفر، ما هو وصف الدم الذي يذبح ويوزع على المساكين؟
نقول هذا الذي ترك إذا كان امرأة وهي حائض فلا شيء، فطواف الوداع يسقط عنها. وأما إذا كانت امرأة طاهر أو رجل فيجب العودة لطواف الوداع، وإذا لم يعد فعليه دم يذبح لفقراء الحرم، لا يأكل منه ولا يهدي، وإنما يتصدق به على فقراء الحرم من القاطنين من مكة، سواء كانوا من أهلها أو ممن جاءوا لحج أو عمرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.